وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نفيد الإخوة الكرام الفضلاء أن كل ما ينشر في وسائل التناطح والتقاطع الاجتماعي من الواتس اللئيم ابن اليتيم ومن الفيسبوك وغيرها، ثم يوضع في نهاية الحديث من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه، نقول هذا الكلام كذب ولا أصل له